العبقري أبو طلعت له جزيل الشكر على هذا التميز وهذا التألق في عالم الإخراج. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شوط جديد من أشواط الخير والبركة ينطلق بحفظنا من الله وتوفيقه، ألا وهو الشوط الحادي عشر والذي خصص للزمول المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط وفي الأشواط المتبقية. نسير مباشرة مع المركز الأول ومع سوقان اللي بالصدارة، وفي المقدمة لهجن رياسة وعوض بن مبارك المهيري مع المركز الأول، بينما الحصن ياتي بالمركز الثاني بشعار سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي. نقلتنا إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، ويصل بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان بقيادة ناجم بن علي القيلاني، وصل على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما التغيير من إسراب الواصل بالمركز الرابع لهجن الرياسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يتميز في التضمير والتدريب. نقلتنا بالمركز الخامس، وهناك ياتي للساع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع من يقدم في عملية التضمير والتدريب. المركز السادس، وصل على سادس المراكز في هذه اللحظات الجميلة، ويتقدم هناك علي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين من يقدم، بينما المركز السابع فهناك الأداء الجميل والتحدي المثير من مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة، والانطلاق يأتي على المركز الثامن. هناك ثامن المراكز شاهين لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يأتي بالمركز الثامن في هذه اللحظات الجميلة، بينما المركز التاسع فالغدوم يأتي من علي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، وعاشرا هناك الأداء مع سوقان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير. ولكن لابد من العودة، لا بد من العودة إلى المركز الأول، إلى الصدارة وإلى رأس حربة هذا الشوط والكوكبة الثلاثية التي تتشكل على الانطلاق الأول وعلى الكادر العلوي كما تشاهدون هنا عبر شاشات قناة ياس الرياضية الناقلة للأحداث الرياضية والهامة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. العودة هناك إلى سراب من قير إلى المركز الأول وانطلق بالصدارة، ينطلق بمقدمة هذا الشوط بشعار هجن الرياسة وبقيادة المضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي الذي يقدم لنا سراب في هذا الانطلاق الجميل وفي شوطنا الحادي عشر. ولكن المركز الثاني هناك سوقان لهجن الرياسة وعوض بن مبارك المهيري من يقدم لنا سوقان بالمركز الثاني، والحصن يأتي ثالثا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة الزعيم محفوظ بن خميس آلي نبي الذي يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات المثيرة واللحظات الجميلة. ولكن هناك الانطلاق على رابع المراكز مع علي، علي الذي أتى بالمرتبة العالية وتقدم في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، ويتقدم أيضا هناك بديع لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي القيلاني الذي يتقدم في هذه اللحظات الجميلة والتحديات المثيرة مع بديع الواصل بهذا الأداء الجميل بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، ليتقدم ناجم بن علي القيلاني بالمركز الخامس، بينما
المركز السادس، سادس المراكز هناك الأداء مع مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الكتبي الذي أتى بالمركز الخامس. وسادسا هناك الانطلاق والمركز السابع فهو شاهين لهجنة الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز السابع فارة التقدم الآتي هناك من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خالد بن مر بن حلوة الآتي بهذا الأداء الرائع والمتميز والجميل. نقلتنا إلى المركز الثامن، ثامن المراكز، وياتي هناك بالانطلاق الجميل مع سوقان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن سالم المسافري الذي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الثامن. وتاسعا ياتي سوقان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عمليات التضمير، وعلي ياتي عاشرا بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الامين في عمليات التضمير. ولكن العوده الى المركز المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى رأس حربة هذا الشوط والمقدمة، المقدمة والصدارة وبداية المنعطف الأخير، بداية المنعطف الخطير. هنا يأتي انطلاقة الحصن على المركز الأول، الحصن على الصدارة، الحصن على رأس حربة هذا الشوط. ينطلق بالمركز الأول، ينطلق بالأداء الجميل، ينطلق بالتحدي المثير مع المركز الأول بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس الينيبي الذي يتقدم الزعيم بالشعار العيناوي، بالشعار العيناوي الآتي بالمركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني فهناك الانطلاق على المركز الثاني في هذه اللحظات من سوقان لهجن الرياسة وعوض بن مبارك المهيري. المركز الثالث هناك الانطلاق أيضا مسراب لهجن الرياسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. الله 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 الله، بدأ الانطلاق، بدأ التحرك، بدأت الحركة من الشعارات الواصلة بهذا الانطلاق، حيث وصل في هذه اللحظات، وصل وتحرك هناك مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة وشاهين الآتي بالمركز الرابع لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن العودة إلى المركز الأول، الحصن الحصن وسوقان، سوقان والحصن والأداء الأخير، ولكن سوقان غير إلى المركز الأول، غير إلى الصدارة، غير إلى رأس حربة هذا الشوط لينطلق بالشعار، بشعار هجن الرياسة، بشعار هجن الرياسة هناك بالمركز الأول وبالصدارة ليتقدم. هناك عوض بن مبارك المهيري، عوض بن مبارك المهيري يأتي برفقة شعاري هجن الرياسة بموسم مشرق بإذن الله، وأداء جميل وتحدي مثير مع هذه السلالة السوقانية التي تأتي بالمركز الأول، تأتي بالصدارة، تتقدم بالمركز الأول. طار سوقان، طار سوقان، انطلق بالمركز الأول مع اللحظات الأخيرة، أداء تلقائي، تحدي مثير، انطلاقي مميز. هنا مع 300 متر الأخيرة، وهناك سوقان ينطلق، ينطلق في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة، ومع المضمر عوض بن مبارك المهيري، المهيري مع الناموس والناموس مع الرياسة، وشعار هجن الرياسة الذي سيطر بالمركز الأول انطلق بالصدارة. هناك مع اللحظات الأخيرة، ها هي استراحة محارب مع الأمتار الأخيرة، والناموس لهجن الرياسة، والثانية إلى عوض بن مبارك المهيري، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث. هناك يصل الحصن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان المركز الرابع، وصل بديع لسمو الشيخ زايد بن عزاع بن زايد آل نهيان. والمركز الخامس فهو هناك الواصل شاهين لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، هناك كما شاهدت في نهاية هذا الشوط، حيث انطلق سوقان لهجن الرياسة وبقيادة المضمر عوض بن مبارك المهيري ليحقق هذا الفوز والانتصار لشعار هجن الرياسة، حيث سجل توقيتا مقدارة 10 دقائق 2:09 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية إلى المضمر عوض بن مبارك المهيري. بينما وصل بالمركز الثاني هناك
هناك وصل مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي، حيث يسجل توقيت مقداره 10 دقائق 5 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس بينما وصل بالمركز الثالث الحصن لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل هيام بقيادة الزعيم محفوظ بن خميس الينيبي 10 دقائق 5 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.